مشاهدينا الأعزاء ومتابعين عالم الموضة والجمال، في كل مكان في كل حلقة بنستضيف ضيف جديد، هنعرف من الضيف معلومات تهمنا ونستفيد من خبراته، وأي حد عنده سؤال يبعته لنا وإحنا هنرد عليه. معانا ومعاكم النهاردة ضيفتنا خبيرة التجميل اللبنانية جمانة شريف، هتكلمنا عن خطوات حط المكياج بطريقة صحيحة ومعلومات في المكياج. نحب نرحب بيها ونقول لها أهلا بيكي يا جمانة. أهلا بيكي حبيبتي. ممكن يا جمانة تقول لنا كام خطوة عندنا عشان نحط المكياج بطريقة صحيحة؟ عنا 5 خطوات لحط المكياج بطريقة صحيحة. كتير. طيب ايه هي اول خطوتين علشان نحط المكياج؟ اول خطوتين هن الخطوة الاولى بتحطه ترطيب للبشرة مشان يمنع الفاونديشن انه يلزق ببشرتكم، بعد هيك بتحطوا الفاونديشن مشان الفاونديشن يخلي كل البشرة درجة واحدة، وبعد هيك بتحطوا الباودر مشان يثبت الفاونديشن مكانه. والخطوة الثانية هي الكونسيلر تحت العيون. الكونسيلر لما يتحط تحت العيون بيتحط مشان يدارك كل الهالات السوداء، وإذا ما عندك هالات سوداء لا تحطي كونسيلر. بعد هيك عنا الهايلايتر والكونتور. الكونتور بيتحط على عظمة الخدود وكمان على الأنف، والهايلايتر بيتحط على الجبهة وتحت الفم وكمان تحت العيون وعلى الأنف مشان يدي لمعة كتير حلوة. طيب وإيه هي الخطوة الثالثة والرابعة؟ الخطوة الثالثة هي انه عندكم حواجب بتجيبوا قلم تحديد حواجب مشان يخلي كل الحواجب مستقيمة وكتير مرتبة، وبعد هيك كمان عندنا بالخطوة الثالثة هي الاي شادو بتحط مشان يدي لون كتير حلو فوق العيون، وبعد هيك عندنا الايلاينر. انتوا بتحطوا الايلاينر لازم انه يكون واخدين نفس كتير عميق وطلعوا نفس كتير عميق وطلعوا مشان يخلي شكل عينيكم كتير حلو وكمان بيخلي مستقيم. وكمان عندنا الماسكارا بتحط على الرموش مشان تخلي كل الرموش مستقيمة وباين اكتر. بعد هيك عنا بالخطوة الرابعة وهو البلاشر. بلاشر بيتحط مشان يدي لون كتير حلو للخدود، وبعد هيك عنا الروج وتحديد الروج. طيب يا جمينة عايز اسألك سؤال، هو لو احنا ما عندناش تحديد روج بنفس لون الروج نقدر نعمل ايه علشان الروج يطلع كويس وكله مترتب؟ تقدر انكم تجيبوا اي شيء رفيع وتاخدوا بيه حتة من الروج وتبدأوا تحضوا شفايفكم، وبعد هيك بتحطوا الروج عادي. طيب وايه هي اخر خطوة لحط المكياج؟ اخر خطوة هي مثبت للميك اب مشان يثبت الميك اب كله بمكانه. طيب يا جمينة تحب تقولي لنا ايه علشان ننهي بيه الحلقة؟ احب اقول اذا انتوا عندكم كل هدول الاشياء تقدروا انكم تحطوا ميك اب بكل سهولة، وكمان بيكون طالع حلو ومترتب، ولازم الميك اب يليق مع اللبس. اذا انتوا مختارين لبس فاتح او غامق فلازم انكم تختاروا ميك اب على حسب اللبس اللي انتوا لابسينه. وياريت كل اللي شاف حلقتنا النهاردة وأعجب بيها وحابب يعرف معلومات أكتر عن عالم الموضة والجمال يتابعنا على قناتنا، وعلشان تتابعونا ياريت تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا إشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله، وكمان اعملوا شير لكل الناس اللي انتوا تعرفوهم علشان يعرفوا معلومات اكتر. وكان معاكم مذيعة البرنامج حبيبة محمد، وشكرا على مشاهدة الحلقة دي، ومع السلامة.